شوف يا احمد، اللي لازم تعمله ده مش كيمياء، لانه واضح وملوش بديل. تحت امرك يا فندم. حلو الكلام. انا عايزك تكون معايا صريح صريح، صراحة مطلقة. ده لو عايز فعلا تثبت حسن نيتك. انت كنت تعرف ان ابوك تبع خلية ارهابية؟ كنت عارف، لكن ما كنتش موافق على كل حاجة بيقولوها، وهو ده اللي كان مسبب لي مشاكل بيني وبين والدي، لانهم بيفضلوا ان الطاعة تكون طاعة عمياء من غير اي نقاش. ايوه احمد، بس انت برضو كنت بتطيحهم طاعة عمياء، بدليل انك نزلت الشارع فتحت المحل وبدأت تجمع معلومات عن الاستاذ رضوان دنيا وعني كمان لو امكن. ما كانتش طاعة عمياء، انا لسه ما كنتش اعرف حاجة عن حضرتك ولا عن عمي رضوان. كل شيء كان بالنسبة لي مجهول وغامض، ما اعرفش فيه الصح من الغلط. لكن اقسم لك بالله العلي العظيم، زي ما اقسمت لعم رضوان قبل كده، ان العشرة هي اللي خلتني اتاكد ان عم رضوان هو اللي صح، هي اللي خلتني اتاكد ان طريقته في التعامل والدعوة هي اللي هتفيد الاسلام وتقويه وتحسن صورته، مش تسيء اليه. انت اللي كنت بتبعت جوابات التهديد دي؟ ابدا. لكن كنت عارف مين اللي بيبعتها وعارف كل التفاصيل اللي فيها؟ اطلاقا يا فندم. وعبد الجبار دنيا فين دلوقتي؟ انا معرفش يا فندم هو فين، والاماكن كمان بتتغير باستمرار، يعني كل ما كانت تحصل حاجه ويحسوا بقلق ينقلوا اقامته. انت تعرف اماكن تانيه ليهم غير كرداسه؟ اعرف مكان واحد في المركز خدوني ليه قبل ما اروح واقعد مع عم رضوان في البيت. والعنوان ده انت عارفه بالتفصيل؟ طبعا يا فندم. ماشي. حاتم بيه تعال لي حالا. امسك يا حاج، عايزك تكتب العنوان ده بخط ايدك. حاضر. تفتكر يكونوا لسه موجودين في المكان ده ولا سابوه؟ احتمال يكونوا هناك وممكن يكونوا سابوه يا فندم. اخر مكالمه يا احمد كانت ما بينك وما بينهم، كانت امتى وعرفت منها ايه؟ اخر مكالمه كانت قريب، وكان كانت ايه؟ مالك لجلجت ليه؟ كان والدي يا فندم بيطلب مني فيها بشكل مباشر وواضح ان اجمع تفاصيل عن سعادتك وعن شغلك وتحركاتك، وفهمت من المكالمه انهم احتمال يكونوا سابوا المكان. اكيد طبعا، بعد ما قبضنا على مرتضى النعماني. حاتم بيه اتصل باشا، خد العنوان ده وهاجمه فورا. احتمال كبير يكون حمد الخربطلي وعبد الجبار دنيا هناك. امرك يا باشا. اتفضل. اعتبره حصل. انا عايزك بقى تحكي لي يا احمد، كنت بتحكي لوالدك ايه عني وعن شغلي وعن سكني وعن حياتي كلها؟ اكيد هم يعرفوا كل المعلومات دي يا فندم، واكيد كمان عارفين سكن حضرتك وعنوانه وعنوان كل الضباط اللي بيعتبروهم ضدهم في كل حاجه. يعرفوا العناوين دي في القاهره وفي المحافظات، واهمها سينا. سينا؟ انت سمعت حاجه بيقولوها عن الموضوع ده؟ احكيلي احكيلي، ايه اللي تعرفه بالظبط؟ للاسف لما رجعنا من الخليج الشيخ حامد قرر انه يقسمنا، وفضلت انا وابويا وامي هنا، والاوامر صدرت ان اخويا سالم يروح لسينا وهناك ينضم الخليه من الخلايا الجهاديه. بس كده نقف بقى عند المعلومه دي، عشان انا عايز اسمع تفاصيلها بالكلمه وبالحرف.